السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس عبد الرحمن فرغالي، وإن شاء الله احنا مكملين كورس الباور الكترونيكس. لو تفتكروا أول فيديو احنا بدأناه في الكورس قلنا إن الباور الكترونيكس بتنقسم لفور توبكس، أولهم الريكتفايرز وهو ده اللي انتهينا منه، وبعد كده عندك الاي سي كنترولينج اللي انت بتحكم في الاي سي، وبعد كده التشوبرز، وبعد كده الانفرترز. استكمال الكورس بتاعنا هنبدأ فيه هنتكلم فيه على الكنترولينج بتاع الاي سي سبلاي، وقلنا ساعتها ان احنا عندنا تو سيركت، عندنا دايرتين، عندي دايرة الاي سي فولتج كنترولر، ودي اللي بيتم فيها، دي بتقدر تتحكم فيها في الفولتج كامبليتيود. طب الفريكوانسي، فريكوانسي بالنسبة لك بيفضل كونستانت، تحكمش فيه اطلاقا، ما بتحكمش فيه ايه اطلاقا. يبقى انت الاي سي فولتج كنترولر يقدر يغير لك الامبليتيود، لكن الفريكوانسي هو ثابت بالنسبة لك. عكسه مين بقى؟ عكسه السايكلو كونفرتر. تلاقي عندك الدائرة التانية هي سايكلو كونفرترز، ودي اللي بيتم فيها ان انت تقدر تشينج الامبليتيود بتاع الفولتج، وبرضو تقدر تشينج الفريكوانسي بالمرة. يبقى انا بقدر عن طريق السايكلو كونفرتر اتحكم في الفولت واتحكم في الفريكوانسي عندك زي ما احنا شايفين. طيب ايه الابليكيشنز اللي انت بتستخدم فيها الاي سي فولتج كنترولر؟ بما اننا احنا نبدا نتكلم على مين، وده اللي احنا هندرسه في الاول، الاي سي فولتج كنترولر. فايه الابليكيشن اللي انت هتتحكم فيها او هتلاقي بيلت ان فيها الدايره اللي انت هتدرسها دي؟ هتلاقي اول نوع من الدوائر او الابليكيشن الهيترز. هتلاقي ان في بعض السخانات فكره عملها ان انت يحصل تغيير الجهد، وبالتالي الهيتنج بتاع الواير اللي هو بيلت ان جوه الهيتر يبدا يسخن عندك، فده ابلكيشن موجود. حاجه التانية الديمر او الديمينج سيركتس، ده ممكن يكون بعدين احتك بيه يقول لك دايره ديمر، او بص الجهاز ده فيه بوش بوتن او فيه زرار، بص لو غيرته ووصلت عليه لمبه الاضاءه بتتغير معاك ازاي. ما بتتغير ازاي، انت بتتحكم في الفولت اللي رايح لللمبه، فلما تزود الفولت الهيتنج جواها هيزيد فالاضاءه تزيد، وما تقلل الجهد الاضاءه تقل. عشان كده احنا بنسميها الديمينج سيركت، موجوده برضو. وبرضو في بعض الاون لود ترانسفورمر هتلاقي ان بعض الكونكشن بتاع الترانسفورمر بيستفيدوا من الدايره دي ان هو يقدر يغير الجهد في لحظه الاون لودنج وكده. اخر حاجه واهم حاجه بيستخدموا فيها دايره الاي سي فولتج كنترولر هتلاقيها السوفت ستارتنج بتاع الاندكشن ماشين. ان شاء الله لما تدرس الاندكشن ماشينز بتعمق شويه هتلاقي ان من مشاكل الاندكشن ماشين الستارتنج بتاعه، الكرنت بتاع الستارتنج بتاعه بيصل من 5 لـ 8 اضعاف الريتنج، فطبعا قيمه رهيبه جدا، ممكن يحصل فيلير للاندكشن لو عليه لود مثلا محمل جامد وستارتنج كارنت، فممكن يحصل مشكله. وهتلاقي ان انت في دوائر الستارتنج لو انت مش عامل تحكم في الستارتنج وحاطط بروتكشن، فالبروتكشن هيعمل تريب للدايره فهتفصل. فايه اللي بيتعمل افكار كتيره بيعملوها، من ضمنها السوفت ستارتنج، ان انت يكون عندك دايره اي سي فولتج كنترولر فتغير الجهد، وانت عارف معادله التورك هي فانكشن في الفولتج تربيع، فكل ما هتغير الجهد معاك كل ما التورك هيتغير كل ما الكارنت هيتغير، وبالتالي انت قدرت تتحكم في تيار الستارتنج. فدايره مهمه جدا دايره السوفت ستارتنج دي، من اهم الدوائر ومن اكتر الابلكيشن على الاي سي فولتج كنترولر، بالاضافه طبعا لايه لدايره الديمر. دي دايره الديمر برضو ايه من الدوائر اللي موجوده، واغلب الناس بتلاقيها متاحه قدامها وبنستخدمها في بعض الاحيان. جميل جدا. طيب احنا هنبدا ندرس ايه، يعني احنا الكورس بتاعنا هيبدا ايه؟ هيبدا بسنجل فيز، يعني احنا هنبدا لو احنا حطينا تقسيمه هتبدا في الاول هنتكلم على السنجل فيز، وبعديها هنبدا ندرس الثري فيز.
AC voltage controller. الترم ده انت هتدرس السنجل فيز بس، ان شاء الله الترم التاني هتكمل الثري فيز اي سي فولتج كنترولر، وابدا بقى اضيف عليهم بقيه المواضيع بتاعه الباور الكترونكس، بحيث ان انت على مدار الترمين تدرس كل المواضيع اللي موجوده في الباور الكترونكس. بعض الناس هيجي ممكن يقول لك يا باشمهندس انت كده اغلب الكورس قاعدين ناخد نظري. لا، احنا حاولنا بقدر الامكان، والمعيدين اللي موجودين حاولوا بقدر الامكان ان هم يديك بعض التاسكات تعملها في اللاب، وان شاء الله لما تيجي الترم الثاني وتلاقيني موجود هكمل ايه، هكمل التاسكات دي بموضوع ايه، بمواضيع ادفانسد شويه، فهتشتغلوا يعني انت هتبقى فاهم عملي الدنيا بتمشي ازاي. وبرده لازم تكون لمعلوماتك انت مش هتطلع في الاندستري وتبدا حد يقول لك اعمل لي دايره ريكتفاير، اعمل لي دايره اي سي فولتج كنترولر. لا، انت هيبقى عندك ديفايسز جاهزه، الديفايسز الجاهزه دي هي بيلت ان جواها الدوائر اللي انت بتدرسها دي. يبقى انا لما اجي امسك المانيوال بتاع الانفرتر او بتاع الدرايف الدي سي درايف او الاي سي درايف، هبقى فاهم هو من جوه يعني ايه بيعمل الكنترول ده، ازاي بيشتغل. يبقى انا بدرس نظري عشان لما اجي احتك بالعملي اكون على درايه بالمعلومه اللي بتتقال قدامي او بالفكره بتاع تشغيل الحاجه اللي قدامي. مش بالضروره ان انت يطلب منك حاجه كنظري او اناليسز او ايكويشنز، الكلام ده مش هيطلب منك في سوق العمل، لكن اللي هيطلب منك ان انت خد اقرا الدايره دي، اقرا المانيوال ده، الدايره دي بتشتغل ازاي، الكلام ده هيفرق معاك جدا وهيكون مفاتيح بالنسبه لك في التعامل مع بعض الايه المانيوالز او الديفايسز دي. خلاص، طيب احنا اول دايره هندرسها هي سنجل فيز فول ويف هاف كنترولد. وزي ما فهمنا هاف كنترولد من الريكتفايرز، يعني انا عندي بعض الديفايسز بتتحكم فيها وفي بعض الديفايسز ما بتتحكمش فيها. طب ايه اللي بتحكم فيه؟ ثايرستورز. وايه اللي ما بتحكمش فيه؟ دايت. يبقى انت ما زال الاليمنت اللي انت بتتعامل معاها لحد ما لسه موجوده، يعني انت مثلا ما دخلناش في توبيك جديد فبتتعامل مع اليمنت جديد، عكس ما تيجي تاخد التشوبرز او الانفرترز تتعامل مع ديفايس تاني. فاحنا يعتبر الاي سي فولتج كنترولر مش هتخرج بره الثايرستورز، انت هتكمل بالثايرستورز في الكورس بتاعك. خلاص، تمام. خلينا ناخد شكل الدايره وناخد شكل الكيرفات زي ما اتعلمنا وزي ما بسطنا لبعض الموضوع. قلت لك في الاول وفي الاخر تكون فاهم شكل الدايره، فاهم معادلات الدايره، وفاهم الكيرفات اللي تطلع من الدايره والايكويشنز اللي هتطلب منك. لو انت عملت الكلام ده زي ما احنا اتعودنا وتعلمنا، هتلاقي ان الدنيا بالنسبه لك فيري سيمبل خالص، وهتلاقي ان الدنيا بسيطه وسهله. خلاص، طيب يبقى اول دايره احنا هندرسها هي سنجل فيز، حلو، اي سي فولتج كنترولر فول ويف، عندك كل الويف انت شغال عليها بس هاف كنترولد، وعندك اللود ار لود، اللود عندك هو ريزيستنس بس. شكل الدايره عامل ازاي؟ خلينا نجيب لون تاني كده بس غامق برضو. هيكون عندي طبعا زي ما قلنا هاف كنترول، يبقى انا عندي تو اليمنت بالشكل ده، عندي ثايرستور وعندي دايود. خلينا نمسح هنا، نخلي السيجنال في النص، والخارج بتاعي هيبدا يطلع على لود بالشكل ده. طبعا السبلاي بتاعي اي سي في اس عادي. بعد كده قلت لك مهم جدا نبدا نحط بقى الايه الدنيا ايه اللي بيمشي. انا عندي بيطلع من هنا اي اس ويبدا يمر هنا اي ثايرستور 1، لو سمينا ده ثايرستور 1 وهنا هنسمي ده دايت 2، هيبدا يشتغل لما اي 2 يمر في الاتجاه ده. خلاص، وعندي هنا اي لود، وطبعا لو عندي ار ال بالشكل ده فالابلايد عندك الفي اوت او الفي ال بالشكل اللي قدامك ده. عرفت شكل الكرنت بيمشي ازاي، اقدر اقول ايه؟ ان انا عندي هنا في ثايرستور 1 وعندي هنا في دايود 2. خلاص، بعد ما حطيت الرموز الجميله ابدا اكتب معادلتي. المفروض ان معادله الفي اس بتساوي ايه؟ في ام ساين اوميجا تي
حلو. طب الاي اس بتساوي ايه؟ قلت لك على طول طبق كي سي ال، اللي داخل بيساوي اللي خارج. مين اللي داخل عندك؟ هتلاقي ان اي اس بلس اي دايود 2 بيساوي اي ثيرستور 1. يعني اقدر اقول ان الاي اس هو اي ثيرستور 1 ماينس ايه؟ اي دايود 2. معادله مهمه جدا جدا. نفس الحكايه لو انا عاوز اجيب اي ال برضو اطبق كي سي ال هنا. اللي داخل بيساوي اللي خارج. مين اللي داخل؟ هيبقى عندي اي ثيرستور 1 بيساوي اللي خارج اللي هو اي لود زائد ايه؟ اي دايود 2. من هنا هيكون عندك الاي لود هو اي ثيرستور 1 ماينس اي دايود 2. مش واخد بالك من حاجه؟ انت عندك كده حسب الايكويشنز دي عندك الاي اس ايكوال مين؟ تقدر تستنتج هنا الاي اس ايكوال اي ال. حسب المعادلتين دول انا اثبت ان اللي داخل في المعادله في الثيرستور والدايودز هو اللي هيخرج منهم، وده حسب برضو كي سي ال. اللي فاهم جدا سيركتس هيبقى فاهم ان الايه حسب السيركتس اللي داخل في البرانشات هو اللي هيخرج منهم في الاخر. الكوليكشن او تجميعه التيارات اللي داخله هي اللي هتطلع. مش فاهم؟ طبق كي سي ال واعمل زي ما انا عملت. ايه اللي مهم تاني بالنسبه لك؟ حساب الفي ثيرستور والفي دايود. هنحسبهم ازاي؟ هطبق كي في ال. لو انا جبت مثلا اللون ده، كل اللي انت هتعمله هتطبق كي في ال في اللوب دي، ولون تاني مثلا ده هتطبق كي في ال في اللوب الايه اللي تحتها. كل لوب من دول هيطلع لك، هنجيب لون كمان، كل لوب من دول هيطلع لك مين؟ هيطلع لك معادله فيها الثيرستور تقدر تستنتجه، ومعادله فيها الدايود تقدر تستنتجه. هتلاقي ان الفي اس عندك ماينس في ثيرستور ماينس في لود ايكوال زيرو. يبقى انا من هنا اقدر اعرف ان الفي ثيرستور هو هيساوي ايه؟ في اس ماينس في لود. ادي معادله الثيرستور. وعندك الفي اس زائد الفي دايود ناقص الفي لود هتساوي زيرو. يبقى انا ساعتها اقدر اقول ان الفي دايود لو انت اخدته الناحيه الثانيه يطلع لك سالب في اس ناقص في ال، يعني الدايود هو نيجاتيف الثيرستور. ولو طبقت كي في ال فعلا، لو جيت بصيت على شكل الفولتات هتلاقي ان في ثيرستور عكسه مين؟ في دايود اهو. لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان الفي ثيرستور عكسه في دايود على البرانشين دول. لو انت طبقت في البرانشين دول انت عارف الجهد المفروض تقدر تطبق كي في ال في الحته دي، هيطلع لك ان الفي ثيرستور نيجاتيف ايه؟ في دايود. زي الفل، الدنيا جميله وسهله اهو زي ما احنا شايفين. نبدا بقى نرسم بقى الرسم، بقى اهم حاجه الرسم بالنسبه لنا. هنبدا نحط خط بالشكل ده خلاص، وابدا ارسم في الاول الفي سبلاي خلاص، وبعد كده عندك الفي اوت، وبعد كده عندك الاي اوت، وبعد كده نقدر نقول هنا الاي ثيرستور كده، الاي دايود، وبعد كده اقدر اقول الاي اس، وبعد كده الفي ثيرستور، واخر حاجه هاخدها الايه؟ الايه؟ الفي دايود. يبقى هنا ابدا بالفي سبلاي، بعد كده الفي اوت، بعد كده الاي اوت، بعد كده الاي ثيرستور 1، بعد كده اي دايود 2، بعد كده الاي اس، بعد كده الفي ثيرستور 1، بعد كده الفي دايود 2. يعني كل اللي نفسك فيه هنطلعه دلوقتي مع بعض، كل اللي نفسك فيه هنطلعه مع بعض. وطبعا لو انا عاوز منك الجيتنج سيجنال حط هنا الجيتنج سيجنال برضو، حطها بالشكل كده بالراحه. لو جيت قلت لك اعمل لي الجيتنج سيجنال الاي جيت، تحط الاي جيت مفيش مشكله. انت عندك كام ثيرستور؟ هو واحد. الفايرنج كنترول رينج بتاعك بالتالي هيبقى من 0 ل 180. الكلام ده احنا بقينا فاهمينه من الريكتفايرز، ان انا لو عندي ثيرستور واحد في سنجل فيز هو اوريدي بيشتغل في اول 180 بس. لو عندي تو ثيرستور يبقى اول واحد في اول 180 وتاني واحد في نيجاتيف 180 وهكذا. تمام، خلينا نبدا نرسم بقى ايه السبلاي بتاعنا. نرسمه بالشكل ده. الجريد اللي موجوده زي ما قلت لك هتساعدنا كتير، لان الجريد انا ممكن اعتبر ان كل مربع من دول 30 درجه، وبالتالي انا عشان ارسم 180 يبقى انا عاوز 6 مربعات كده و6 مربعات كده.
هنيجي بقى نرسم، هيبقى عندي ايه السيجنال هتكون بالشكل اللي قدامك ده اللي اهو خلاص. ونرجع نعيد كمان ايه، لو انا عاوز اكمل اهو هرجع اعيد كمان الشكل زي ما انا شايف. الكنترول بتاعي منين؟ هيكون الكنترول بتاعك في الريجن دي خلاص، من صفر زي ما قلت لك ل 180 او لباي. ابدا اشوف الفا اللي انا عاوز احطها، سي احط الفا مثلا ب 60 اهو، ابدا اعمل فايرنج عند الفا ب 60، وبالتالي هيكون عندك الاي جيت هتكون عندك هنا كده، ده الجيتنج اللي انت ايه هتعمله، اللي بناء عليه هتبدا ترسم ساعتها الفي اوت. طب الفي اوت هيبقى عامل ازاي؟ المفروض انا لو عامل دوتد بالشكل اللي قدامي ده الخارج بتاعي هيطلع ازاي؟ يبقى المفروض بمجرد لما يحصل فايرنج هفضل شغال عندي زيرو. المفروض مين اللي هيكمل الدايود؟ هل الدايود محتاج فايرنج؟ لا، هيشتغل دايركت بالشكل اللي قدامك ده، وبعد كده تستنى برضو 60 وتبدأ تشتغل وترجع تعيد الكلام ده بالشكل اللي قدامك. شكل الاي اوت بالنسبه لك وشكله الفولت ليه؟ لان الكارنت والفولت المفروض ان فيز ايه، ان فيز مع بعض، فهتلاقي ان انت طلع لك نفس الشكل زي ما قلنا. حلو. بالنسبه للتيارات، الاي سايرستور في اللحظه اللي السايرستور شغال فيها هيكون عامل كده، وبالتالي هيفضل واقف تاني لحد ما السايرستور يرجع يشتغل، يروح عامل كده، ده الاي سايرستور. طب الاي دايود اكيد هيكون في الوقت اللي فيه الدايود شغال، هيبقى عامل كده ويرجع زيرو ويرجع ايه في اللحظه اللي بعد كده يرجع تاني. الاي اس هو المفروض اي ثيرستور ناقص اي دايود، يبقى هيطلع لك برضو زي الايه زي الاي اوت بالظبط. قلنا الفي ثيرستور هيساوي ايه؟ الفي ثيرستور هيديك في سبلاي ناقص في اوت. لما تيجي تطرح الفي سبلاي ناقص في اوت هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الجزئيه اللي لم يحدث فيها اي فايرنج خالص كده، يحدث كده ويرجع تاني كده. طب الدايود نيجاتيف اللي بيحصل على السايرستور بالشكل ده، يبقى دي شكل المعادلات اللي انا محتاجها، ودي شكل الكيرفات اللي انت تطلعها بناء على المعادلات في حالة ان انت مش حافظ السيركت او مش حافظ السيكونس ايه اللي بيتم. انت ممكن بكل بساطة تمشي ورا المعادلات، تفهم الايكويشنز بتاعتك، تحط كيرفاتك وتفهم في كل حاجة ايه اللي المفروض ايه يطلع عندك. حاجة اللي بعد كده بقى الايكويشنز، هيطلب منك الاثباتات بقى. اول حاجة الفي ال افريج، هل الدايرة اللي قدامي بما اني بتعامل مع اي سي سيجنال في في ال افريج ولا مفيش؟ هتقول لي ثانية واحدة، انا بص على السيجنال بتاعتي، هل السيجنال دي سيمتريكال في البوستيف سايكل والنيجاتيف سايكل، يعني اللي موجود في البوستيف زيه زيه موجود في النيجاتيف؟ لو ده حصل فطبيعي ان الافريج بزيرو دلوقتي. طب لو ده ما حصلش يبقى انت عندك افريج للدايرة. وخد بالك مشكلة كبيرة جدا ان يبقى عندك دي سي كومبوننت، يعني يكون في افريج في اي سي سيجنال، هيحصل هيتنج وزنة كبيرة زي ما قلت لك في الترانسفورمر وفي الكومبوننت اللي في اصلها تعتمد على الاي سي سيجنال، ان افريج بزيرو، نويز عالية جدا هتحصل وهارمونكس رهيبة. يبقى انا الدايرة اللي قدامي بتطلع لي دي سي كومبوننت، بتطلع لي افريج، الافريج ده دايما جاي من الدي سي، يعني احنا واحنا بنتعامل مع ريكتفاير ببدا اتعامل مع دي سي كومبوننت، فعشان اقيس الدي سي كومبوننت بقيس الافريج فاليو للسيجنال اللي طالعه. لكن لو بتعامل مع اي سي كومبوننت اوريدي ملهاش افريج، فما قدامكش الا انت تقيس الار ام اس فاليو، يبقى انا بقيس ار ام اس لاي سي وبقيس افريج لدي سي، عشان الناس اللي بتتلخبط وبتلاقي ناس واحد بيتخرج ويجي يقول لك يا باشمهندس هو انا السيجنال دي بقيسها ازاي؟ يعني بيدرس ريكتفاير ويقول لي انا هقيس الخارج ازاي؟ هقول له هتجيب الافو وتجيبه على الدي سي وتقيس. بيدرس اي سي فولتج كنترولر وبيقول لي هقيس الخارج ازاي؟ ما انا عارف ان الاي سي فولتج كنترولر لو هو شغال زي ما احنا هندرس كمان شويه هتلاقي ان انت عندك الافريج بزيرو، اللي موجود في البوستيف زي اللي موجود في النيجاتيف.
وبالتالي لو جيت اجيب افريج هيبقى بزيرو. يعني انا لو جبت حتى الافو على الدي سي هتلاقي مفيش خارج طالع، فلازم تجيبه على الاي سي سيجنال عشان تقيس ار ام اس فاليو. خلاص تمام. يبقى انا خليني احسب الفي ال افريج. طب الفي ال افريج هتحسبه ازاي؟ والله انا السيجنال بتاعتي المفروض البريد بتاعتي 1 على 2 باي. بتشتغل من كام لكام؟ بتشتغل من الفا ل 2 باي. لمين؟ لفي ام ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. جميل جدا. يبقى انا عندي هنا في ام على 2 باي من الفا ل 2 باي لسالب كوساين اوميجا تي بعد التكامل. يعني لما تيجي تعوض طبعا هيطلع لك في ام على 2 باي، وطبعا السالب بيبقى تعوض بالحدود اللي تحت اللي هو كوساين الفا، وعندك كوساين 2 باي اللي هي 1، يبقى عندك ناقص 1. ده الفي ال افريج. لو قلت لك احسب لي الاي ال افريج هتقول لي في ال افريج على اور. خلاص ده في حاله ان انا دلوقتي ده الدي سي كومبوننت، خد بالك، اللي موجود في الاي سي سيجنال. هل صح ان انا اتعامل مع دي سي كومبوننت؟ لا، المفروض ان انا اتعامل مع ار ام اس فاليو. طب عشان نحسب الار ام اس فاليو هنعمل ايه؟ هتقول لي والله الفي اوت ار ام اس هيبقى نفس التكامل بس تحت الجذر تربيع 1 على 2 باي من الفا ل 2 باي لمين؟ في ام ساين اوميجا تي تربيع دي اوميجا تي. لو تاخد بالك كان عندك مفكوك الساين تربيع اوميجا تي يقدر يديك نص 1 ناقص كوساين 2 اوميجا تي. المفكوك ده مهم جدا هيساعدك عشان ما نزولش نفسنا بالجذر. اعتبر الجذر موجود ونبدأ نكامل على طول. يبقى عندك 1 على 2 باي، واخد التكامل عندك من الفا ل 2 باي في ام تربيع طبعا في نص 1 ناقص كوساين 2 اوميجا تي، اللي هو هيديك في الاخر في ام تربيع على 4 باي في التكامل من الفا ل 2 باي 1 ناقص كوساين 2 اوميجا تي دي اوميجا تي. يعني ما تنساش الدي اوميجا تي. لما اجي كامل الكلام ده يطلع لك ايه؟ يطلع لك الفي اوت تساوي، خلينا نبدا من هنا، في تربيع على 4 باي، الكلام ده كله تحت الجذر خد بالك، 1 ناقص كوساين 2 اوميجا تي دي اوميجا تي. لما نيجي نكامل هنا يطلع لك طبعا التكامل قلنا من الفا ل 2 باي، هيطلع لك ان الفي اوت ايكوال في ام تربيع على 4 باي، وعندك تكامل الواحد هيبقى اوميجا تي، وتكامل الكوساين ساين يبقى عندك ساين 2 اوميجا تي على 2. الكلام ده هتعوض من الفا ل 2 باي. عوض بالحدود في اول حاجه، يطلع لك الفي ام تربيع على 4 باي، لما عوض في اول حاجه هيديك 2 باي ناقص الفا، ناقص لما عوض بتاني حاجه هيطلع لك ساين 4 باي ناقص الكلام ده على 2 ساين 2 الفا. 4 باي ده بزيرو، يبقى انا عندي في ام تربيع على 4 باي مضروب في 2 باي ناقص الفا زائد ساين 2 الفا على 2. الكلام ده كله برضو منساش اللي هو تحت الجذر، ده الفي اوت ار ام اس. يبقى انا اقدر اطلع فوق بره في ام على 2 في جذر 1 على باي مضروب في 2 باي ناقص الفا زائد ساين 2 الفا على 2. ده الفي اوت ار ام اس. خلاص خلاص. لو جيت قلت لك احسب لي الباور اوت ار ام اس هتقول لي والله هي في اوت ار ام اس مضروبه في اي اوت ار ام اس. وطبعا احنا المفروض ان اللود بتاعنا ار لود، فنقدر اقول ان البي اوت ار ام اس بتساوي في اوت تربيع ار ام اس على ار، وهي هي بتساوي اي اوت ار ام اس تربيع في ار. لو جه طلب منك الانبوت باور فاكتور، في الانبوت باور فاكتور بيساوي ايه؟ المفروض احنا قلنا بي على اس. طب البي بتساوي ايه؟ هيطلع لك اللي هو في اوت ار ام اس، في اي اوت ار ام اس
على في اس ار ام اس مضروب في اي اس ار ام اس. طب انا عارف ان الاي بتساوي الاي، يبقى انا احسم المعادله بتاعتي الفي اوت ار ام اس وعوض في القانون تحت على في اس ار ام اس. لو احنا جبنا المعادله بتاعتنا، المفروض ان انت عندك، احنا لسه حاسبين دلوقتي الفي اوت ار ام اس في ام على 2 جذر 1 على باي مضروب في 2 باي ناقص الفا زائد ساين 2 الفا على 2. يبقى انا اقدر اقول ان الباور فاكتور بتساوي، لو جبت اللي فوق ده وكتبته تحت، في ام على 2 مضروب في جذر 1 على باي في 2 باي ناقص الفا زائد ساين 2 الفا على 2. الكلام ده موجود في البسط، والمقام المفروض ال VS بتاعت السبلاي هي VM على روت 2، فال VM تروح مع ال VM، وعندك روت 2 يروح مع الاتنين ويخش 2 تحت الجذر، هيطلع لك ان الباور فاكتور بيساوي جذر 1 على 2 باي مضروب في 2 باي ناقص الفا زائد ساين 2 الفا على 2. ايه رأيكو؟ يبقى انا دلوقتي اللي احنا عملناه، شفنا شكل الدايرة وشفنا الكيرفات بتاعتي اللي بتطلع، بعد كده بدأت ادرس الـ VL average، بعد كده الـ V out RMS اثبتناها، بعد كده الـ B out RMS والباور فاكتور بتاعي، بدأت احسب الكلام ده كله. وخد بالك لو طلب منك برضو حساب الـ I thyristor average والـ I thyristor RMS والاي دايود افريج والاي دايود RMS، اعرف احسبهم ولا لا؟ من الويف فورم اعرف احسبهم، من الويف فورم بتاعتي اعرف احسبهم. المفروض ان الاي ثيرستور بيشتغل عندك من كام؟ من الفا الباي، والدايود بيشتغل ايه؟ من باي لتو باي، او البريد بتاعتك باي. يبقى كل ده على الاتنين باي، يبقى من الفا الباي ومن باي لاتنين باي، واحد مرة تحت الجذر وواحد مرة عادي بره. يعني انا اقدر اقول دلوقتي الاي ثيرستور افريج بتساوي ايه؟ بتساوي 1 على 2 باي من الفا لباي في ام على ار، طبعا اللود عندي ريزيستنس، ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. طب الاي ثيرستور ار ام اس هيساوي ايه؟ تحت الجذر اعمل الكلام ده، 1 على 2 باي مضروب في من الفا لباي في ام على ار ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. طب الاي دايود افريج هيبقى 1 على 2 باي من صفر الباي في ام على ار ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. طب الاي دايود ار ام اس هيساوي ايه؟ تحت الجذر 1 على 2 باي من 0 الباي في ام على ار ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. كل اللي نفسك فيه، خلاص كل اللي نفسك فيه احنا ايه اخدناه. يبقى انا كده معايا كل الايه، كل الحاجات اللي مطلوبه. طب لو طلب منك في ثيرستور افريج تعرف تحسبه ولا لا؟ عندك هنا 1 على 2 باي من صفر الالفا في ام ساين اوميجا تي دي اوميجا تي، كله من الكيرفات، كله من الكيرفات، بترجع للكيرفات بتاعتك. ولو جبنا لون كده ايه، اخضر كده بالشكل ده، هنا انا بكامل الجزئيه دي ودي، وهنا بكامل الجزئيه دي ودي، هنا بكامل الجزئيه دي، هنا بكامل الجزئيه دي، هنا بكامل كله، هنا بكامل الجزئيه دي، هنا بكامل الجزئيه دي. خد بالك انت لو جبت في ثيرستور النيجاتيف بتاعه مين؟ في دايود، عشان ما تتعبش نفسك. لو جبت في ثيرستور النيجاتيف بتاعه في دايود، فانت بتحسب ايه؟ بتحسب الاريا، الاريا بتاعتك شوفها قد ايه من الاثنين باي، وابدا كامل التكامل. لو فولتج هتعوض بالفولتج دايركت، لو كارنت انت عندك اللود ريزيستنس، فعندك الكارنت هو في على ار، تقدر تجيب التيارات. خلاص بالشكل اللي قدامك ده بقى معاك كل الاثباتات وكل المعادلات. اتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو، واي حد عنده اي استفسار او سؤال يبعت لي. ان شاء الله في الفيديو القادم هنبدا ناخد سنجل فيز ايزي فولتج كنترولر فول ويف فولي كنترولد with R load مرة و R L مرة، وهنحاول في ال R L نربط لك برضو اللي احنا اخدناه قبل كده باللي احنا بناخده دلوقتي، عشان ما تحسش ان انت بعيد، عشان ما تحسش ان انت بعيد.
اتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو، واي حد عنده اي سؤال او استفسار يتواصل معايا. اشوفكم على خير في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.